Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zidan Akyas. Saya dari MTs Ma'arif NU 1 Karangwas. Saya akan membacakan surat Al-An'am ayat 1-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda waj'alaz zulumati wan ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم وقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين حسروا منهم
فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم.